الثانوية. ما تقدروش تتخيلوا إن دول هيكونوا أجمل سنين حياتنا. على فكرة دي مش أنا، دي أنا، وده أخويا، واللي أنتوا هتشوفوه دلوقتي هو أول يوم ليا في سنة أولى سنة. أنتوا مستعدين يا شباب؟ أيوة طبعاً مستعدين. ممكن تقفلي؟ اسكت. الثانوي مش زي ما بيقولوا كده، صدقيني دول شوية كدابين. رامبي لو سمحت خلينا اتفرج على الفيديو بمزاج، دي اخر اجازة صيف. ايوة ما تبوظش عليها. طيب هنا الموضوع بقى غريب شوية، خليكوا معايا وكل حاجة هتبان. ما تكدبوش عليها، وروها الثانوي على حقيقته. يلا يلا غنوا قولولنا الحقيقة، غنوا. Your brother's kinda right, high school's a struggle and a fight. I'm overscheduled and have no time for friends. What? Because I got 5 F's, it took the letter off my chest. And now my season's at an end. أيوة. المدرسة بتبتدي 7:30، الواجب بيحتاج 5 ساعات عشان أخلصه، والامتحانات بتخليني عايز أرجع. And you lose all the friends you have now, 'cause you grow apart and like different things, or they start to act like way too cool. ممكن نغني بسعادة مرة تانية؟ Cause in high school, the song school, the homework all night long, school, the low school, the stress school, the no time for a lie.